انا ومدينه مصر بندور على ألذ عيله في مصر. كل مره بيكون معانا فرقتين بيلعبوا بعض ثلاث العاب، كل لعبه بيكون عليها 30 نقطه، يعني الاجمالي 90 نقطه. في مشاهد ذكي هيقول لي هو في نتيجه في الدنيا عباره عن 90 نقطه؟ اقول لك طبعا لا. هتقول لي امال ال10 نقط دول جم منين؟ هقول لك ال10 نقط دول بونص لذاذه مننا علشان نساعد الناس اللذيذه يوصلوا اللقب ألذ عيله في مصر. النهارده معانا عيلتين لذاذ، خلونا نرحب باول عيله وهي عيله الشورباجي. اهلا وسهلا ومنورينا. العيله الثانيه اللذيذه اللي معانا النهارده هم عيله الظهراوي. طاقة لذيذة، أهلا بيكم منورين. قبل ما نبدأ الألعاب ونبدأ نحسب النقط، المفروض إن احنا نختار مين اللي هيبدأ من العيلتين، بس ده برضو بنختاره عن طريق لعبة. اللعبة دي المفروض نختار حد من العيلتين، حد من الأطفال، بنسأله أسئلة سريعة لمدة دقيقة. الإجابات لازم تبقى سريعة منطقية بس بدون آه أو لا. اتفضلوا. نور الدين أنت عندك 16 سنة صح؟ ما عنديش 16 سنة. 13. أنت الكبير. أنا الصغير. أصغر واحد. أنا أصغر واحد. أنت بتلبس ساعة في إيدك الشمال دايما؟ انا بلبس ساعه دايما في ايدي الشمال. بتحب اللون الابيض؟ بلبسه عادي. بتلبسه عادي. عندك قطه؟ عندي قطه. اسمها ايه؟ فينوس. حطها فين؟ في الفريزر. مين اللي حطها في الفريزر، انت ولا ساره؟ اختي. مش انت اللي حطيتها في الفريزر؟ اختي اللي حطيتها في الفريزر. بتحب اختك ولا تتخانق معاها؟ بتخانق معاها بس بحبها. يعني مش بتحب. الوقت خلص ونور الدين قدر يكمل معانا دقيقه من غير ما يقول اه او لا. هنشوف بقى ليلي هتقدر تصمد الدقيقة زي ما نور الدين صمد ولا لا. ليلي انتي ورمز اصحاب صح؟ اصحاب. اه. وعندك صاحبة اسمها ايلا صح؟ هو بيحبها؟ ما بيحبهاش. بيتخانق معاها دايما؟ بيتخانق معاها. ليه؟ مش بيحبها. بتيجي عندك البيت فهو يقوم داخل متخانق معاها؟ مش بتيجي عندي البيت. ما بتجيش؟ ما بتجيش. ليه؟ ما اعرفش. مامي ايلا ما تجيش البيت؟ مش ايلا كده. هي ما قالتش؟ ما قالتش. اوكي. بس انتي بتروحي لها بيتها؟ ما بروحش. بتسافروا مع بعض؟ ما بنسافرش. رحتوا السخنة قبل كده؟ ما رحناش السخنة. عمركم؟ عمرنا. ولا مرة؟ ولا مرة. طب قولي لي انتي في سنة كام؟ جريد 5. مثلا نقول عندك 16 سنة؟ عندي 11. تعتبري نفسك كبيرة؟ صغيرة. عايزة لما تكبري تبقي دكتورة؟ مش عاوزة ابقى دكتورة. عايزة تبقي مهندس؟ مش عاوزة ابقى مهندس. بتحبي تبقي ايه؟ ممثلة. ممثلة يعني بتعملي مسرحيات؟ اه بعمل مسرحيات. اه بعمل مسرحيات. كان فاضل لك 6 ثواني بس معلش. كده نور الدين كسب الدقيقة، يبقى عيلة الظهراوي هي اللي هتبدأ. نحييهم. اول 30 نقطه معانا النهارده هتبقى لعبه اسمها فاز من سمع صوتك. دايما الابهات والامهات يقول لك انا اعرف صوت ابني وانا مغمض، هل ده كلام نظري؟ وساعه الجد الموضوع هيختلف. والسؤال الاهم، هل صوت ابنك ممكن يكسبك قد ايه من ال 30 نقطه؟ ده اللي هنعرفه. هنغمي عينين كل اب من كل عيله وهنخلي الولاد يعملوا صوت معين. الصوت ده هيوجه الاب ياخد حاجه معينه احنا مخبيينها يوصلها المكان. يعني احنا وزعنا العربيات دي في اماكن كتير جدا في المكان، المفروض صوت الولاد يوجه الأبهات يحطوا العربية في شنطة السفر. جاهزين؟ الأبهات تدخل. نبدأ. سيب مسافة. هشام عارف فيه. مهاب وليلي. هيا يا سارة محتاجة تعلي صوتك. سارة دي طيارة. طيارة. احنا بناخد العربيات. 120 ثانية من العربيات جوه شنط. أيوة. فين التشجيع يا جماعة؟ يلا مهاب جو. يلا يلا يا مهاب. يلا 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 يلا. أيوة. يلا يلا يا مهاب. جوه جوه. لا لا. أيوة جوه. أيوة. ما ينفعش يا جماعة. وبنته. أيوة. يلا 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 يلا. جدا التزام البنات ده، هما ما بيتكلموش. انتهى الوقت. عيلة الظهراوي وعيلة الشرباجي، عيلة الشرباجي وعيلة الظهراوي 120 ثانية. تعالوا نشوف خلال ال 120 ثانية دول جمعوا في شنطة السفر كام عربية. عيلة الشرباجي عربية. اتنين. تلاتة. وطيارة. طبعا الطيارة مش معانا، يبقى كده المجموع ثلاث عربيات لعيلة الشرباجي. عيلة الظهراوي عربية اتنين وطيارة.
يبقى كده عيلة الدهراوي عربيتين. تاني لعبة معانا النهاردة اسمها جيل بيخمن جيل. اللعبة دي بنختبر فيها قد ايه المعلومات اللي عند كل جيل عن الجيل التاني. قدام كل جيل خمس صور مفروض ان هو يشرحهم للجيل التاني في 90 ثانية. تعالوا نسمع تشجيع العيلة. ده دهراوي. نبدأ. ده اللي كان موجود قبل الام بي 3 بلاير، عندنا منه في البيت، بيتشال معاك زي الام بي 3 بلاير. ووكمان. اجابه صح. اللي بعده. روبي. ده ممثل مشهور كان بيعمل حلقات رمضان. هو اللي بعده. اللي بعده مع احمد امين. احمد امين. ده اللي كان بيتحط في الكاميرات القديمه. فيلم. برافو. ده بسكوت معين بيتشرب بيتاكل مع الشاي. ماري بسكوت. شبهه بسكوت اللي هو بسكوت اسمه شاي. بسكوت شاي. اللي بعده. اللي بعده حاجه بيتحط على الدراعات. اللي بعده. اللي بعده مفيش بعض. دي اخر واحده بس ما عندكم فرصه. اشرح له اكتر. طب هات الممثل تاني. الممثل معانا وقت. ده كان بيعمل حلقات في رمضان. انا ما... في حلقات ايه تقريبا كان بيقول انستونا أم ليه. سمير غانم. هو كان في شخصيتين معرفش مين ومين. فطوطه. فطوطه مظبوط. في اخر ثانيه جابوا الاجابه الصح. وبكده يبقى جيل الكبار عرف عن جيل الصغيرين ثلاث صور. يا ترى جيل الصغيرين هيعرف عن جيل الكبار كم صوره من الخمسه في 90 ثانيه؟ ده اللي هنعرفه حالا. حاجه بنشكل بيها بنعمل بيها تماثيل. سلايم. سلايم قال صح. يلا بسرعه بسرعه. حاجه الارتفيشال انتليجنس جديده. حاجه جديده بتتلبس على الوش و في ار. ايوه مظبوط. اللي بعده بسرعه. واحده من السوبر هيروز. وندر وومن. لا هو مش وندر وومن. لابس احمر ومعاه عصايتين ورا. ديدبول. ديدبول. اجابه مظبوطه. برافو. حاجه بيصور بيعملوا بيها الصور. كاميرا. بتمشي بتصور بيها بطريقه احترافيه وبتحطها على دماغك. كاميرا. الكاميرا. أيوة. دي جوبرو. برافو. انا مش عارف انتهى الوقت. جيل الصغيرين قدر يعرف أربع صور من أصل خمس صور في 90 ثانية. يبقى كده عيلة الدهراوي عرفوا سبع صور من أصل 10. ده إيه؟ ده إيه؟ دهراوي. جيل بيخمن جيل. وقبل ما نشوف عيلة الشرباجي هيعرفوا كام صورة من الجيل التاني أو من صور الجيل التاني، تعالوا نشوف. هنبدأ بجيل الصغير. يلا. هي بتبقى زي ديفايس سكوير مربع وفي زي وايرلس حب بنعمل اتاتش. ايه قولي لهم بنعمل ايه بيه؟ حاجه بتتحط على الدماغ. هيدفون. نسمع منها. هيدفون. لا اسم الجهاز ايه؟ ووكي توك. ووكمان. اجابه مظبوطه. اللي بعده. اللي بعده بسرعه. هو راجل بيغني او بيمثل لابس جاكيت جرين وشعره اسود منكوش كيرلي وعنده شنب اسود ووشه تخين مش تخين قوي بصراحة. وعنده زي بو تاي هنا لونها بلاك. فطوطه. إجابة مظبوطة. بسرعة. حاجة بتتاكل بيبقى لونها أورنج أو براون وبيبقى مرسوم عليها ديزاين كده سيركلز. لو مش عارفين ممكن نستفيد بالوقت. بنستخدمها لما نشرب شاي باللبن. بقسماط. ها بسرعة بسرعة. لا. اللي بعده. اللي بعده. اللي بعده. لا. انتهى الوقت. وجيل الصغيرين قدر يوصف صورتين من أصل خمس صور للجيل الكبير. تعالوا نشوف الجيل الكبير هيقدر يوصف كام صورة في جيل بيخمن جيل. يلا بينا. اول حاجه انت كنتوا بتلعبوا بيها وانتوا صغيرين بتحبوها قوي. ساعات بيبقى جواها حاجات صغيره بنجيبها من النادي دايما. كانت بتوسخ ايدينا وبنعملها في البيت. سلايم. برافو. اجابه مظبوطه. برافو رامز. ده حاجه بتحبها يا رامز قوي من الكاركترز اللي انت بتحبها لونها احمر وبتحب تجيب منها لبس. جبنا لك واحد منها. سبايدر مان. ايوه صح. لا هو حاجه سوبرمان. شبه. لا الثاني بقى. كابتن امريكا. لا خلاص قولينه ايه حاجه. يا ليلي انت بتحبيها وكمان اللي بتجيبيها اللي بتطلع الحاجه بسرعه. يعني بنصور بالتصوير. صوره الكاميرا اللي هي بتطلع الصوره من فوق. لو مش عارفين ممكن نروح اللي بعده. ده حاجه في الفضاء. الينز. طب بص هنرجع للكاركتر تاني بتاع رامز. قول يا رامز الكاركتر كده. في واحد ايرون مان لونه احمر. سوبرمان. سبايدرمان. ها سوبرمان. انتهى الوقت. كده جيل الكبار قدر يخمن صوره واحده من جيل الصغيرين. يبقى احنا كده عندنا صورتين من جيل الصغيرين وصوره من جيل الكبار. تعالوا نعرف نتيجه لعبه جيل بيخمن جيل. عيله الشرباجي عرفوا ثلاث اجابات بتسع نقط.
عيلة الظهراوي عرفوا 7 إجابات ب 21 نقطة. في اللعبة دي بنختبر قد إيه أفراد العيلة متفاهمين، بيعرفوا يفهموا بعض بالإشارة من غير ما يتكلموا. هنسأل الأب أو الأم كنت فين لحد دلوقتي وإيه حجتك في إنك اتأخرت؟ الأب أو الأم ما يعرفوش الحجة. مين اللي يعرف الحجة؟ بقية العيلة. مفروض إن بقية العيلة اللي قاعدين ورايا يشرحوا للأب أو للأم هم ليه اتأخروا. الكلام ده يحصل في 90 ثانية. الحجة اللي المفروض تشرحها له هي في مركبة فضائية كانت راكنة صف تاني وقافلة على عربيته. يلا الأب يدخل. هشام أنت كنت فين لحد دلوقتي؟ متأخر. أيوة متأخر ليه؟ ممكن تقولي؟ اتفضل جاوب، كنت متأخر ليه لحد دلوقتي؟ ليه؟ الأوتوبيس كان زحمة؟ أني أوتوبيس اللي كان زحمة؟ المترو؟ الكوبري كان زحمة؟ هشام ممكن تقولي اتأخرت ليه لحد دلوقتي من غير لف ودوران؟ الجو؟ كنت في الطيارة وزحمة؟ كنت فوق في السماء؟ هشام أنت جايب الطيارة؟ كنت في الباراشوت؟ بنحور. كنت في إيه؟ فين؟ لا كنت سايق؟ كنت سايق إيه يا هشام؟ كنت بقى كنت في الزحمة؟ كنت في الجو؟ كنت فين؟ اتأخرت عشان كان في زحمة جامدة؟ مش عارف. ايه ده؟ هشام ممكن تقولي اتأخرت ليه لحد دلوقتي؟ ما انا بحاول اعرف والله. عمال تلف وتدور. ايه اللي فوق ده؟ مش فاهم اللي فوق ده ايه؟ لا في القطر. الوقت انتهى. الوقت انتهى. هشام معرفش يقول لنا الحجة اللي اتأخر علشانها لأن هم معرفوش يوصلوا له إيه الحجة بالظبط. طب يا ترى هل إيمان هتقدر تعرف الحجة إيه؟ هنشوف. عيلة الظهراوي في المرة الأولانية معرفوش يوصلوا لهشام الحجة اللي اتأخر علشانها، بس لسه عندهم فرصة تانية يعرفوا إيمان هي اتأخرت ليه. هي اتأخرت علشان كانت بتودي الكلب درس رأس. إيه الكلب بتودي الكلب إيه؟ درس رأس. يلا الأم تتفضل. إيمان كنت فين لحد دلوقتي؟ هو هو كلب بتمشى مع كلب، بتمشى مع كلب، برقص مع كلب. دي حاجة غريبة جدا، يعني لو متأخرة عشان بترقصي مع كلب فدي حجة غريبة جدا. راكبة على الكلب. إيمان مش عايز حجج ملهاش معنى. ممكن تقولي لي اتأخرتي ليه؟ برقص مع كلب. ممكن تقولي لي ترقصي مع كلب فين طيب؟ في الشارع، في النادي، في المدرسة، برقص مع الكلب في المدرسة، بعمل حفلة مع كلب الكلب بتاعي في المدرسة، حفلة. أنا لسه مستني حجة مقنعة. ها من غير كلام. الكتاب، الكلب بيقرأ في الكتاب وبيرقص، بعلمه الرقص، بعلم الكلب الرقص من كتاب في المدرسة. بتعلم الكلب الرقص. إجابة مظبوطة. أنت كنتي. عيلة الظهراوي نجحت في إنها تقول لإيمان حجتها هي ليه اتأخرت، هي كانت بتودي الكلب درس الرقص. كده عيلة الظهراوي عرفوا إجابة من إجابتين. تعالوا نشوف عيلة الشرباجي هيعرفوا الحجة ولا لأ. في الغايب حجته معاه رامز وليلي ولميا. المفروض إن مهاب اتأخر علشان اتحبس جوه التلاجة. الأب يتفضل. مهاب أنت كنت فين لحد دلوقتي؟ أنا مش عايز حاجة فارغة. ممسوك. قبض عليك؟ حادثة. عملت حادثة فين يا مهاب؟ مهاب مش عايز لف ودوران. كنت بشرب مية، بجيب التلاجة. كنت بردان. أيوة بردان. كنت تقل. تلاجة. سرقت تلاجة. بشتري حاجات من بشتري في السوبر ماركت. ممسوك ولا في السوبر ماركت؟ ما تشتتناش. تلاجة. حاجة جوه التلاجة. أنا جوه التلاجة. كنت محبوس. محبوس جوه التلاجة. محبوس جوه التلاجة. مهاب اتأخر عشان كان محبوس جوه التلاجة. حاجة منطقية جدا. يعني أنا مستغربين ليه؟ عيلة الشرباجي عرفت تغشش مهاب حجته كانت إيه علشان يتأخر، بس هيعرفوا بقى يغششوا لميا حجتها إيه؟ الحجة اللي المفروض تقولوا لماما عليها إنها كانت بتمشي السلحفة على البحر. الأم تتفضل. لميا الساعة كان في إيدك؟ كنت فين لحد دلوقتي؟ بعوم. بتعومي الساعة واحدة؟
بتسحب. عاملة حاجة غلط طبعاً، لازم ترجعي متسحبة. بستحمى، ماشية، بجري، بعوم، في البول، في الجنينة، في الكوبري. حد بيعوم في الكوبري برضو؟ هو أي كلام يا لاميا. في النادي، لاميا في البانيو، سؤالي واضح، في الدوش، كنت لحد دلوقتي في الحمام، في الإيه؟ كل دي أعذار مرفوضة. إيه دي؟ دي أنا مش فاهماها، دي إيه؟ بنعوم فين بقى؟ بنعوم في حمام السباحة في النادي. خلص. كنت بتمشي السلحفة على البحر يا لاميا، يعني دي محتاجة. كل عيلة قدرت توصل إجابة واحدة من الإجابتين أو من الحجتين اللي المفروض يوصلوا، وبكده يبقى 15 نقطة لعيلة الظهراوي و15 نقطة لعيلة الشرباجي. وصلنا دلوقتي للحظة الحاسمة، اللحظة المنتظرة علشان نعرف نتيجة العيلتين النهاردة. قبل ما أقول النتيجة بفكركم إن إحنا كان عندنا 10 نقط بونص لذاذة، دي بيحددها الفار بناءً على الحماس والمشاركة وقد إيه الناس كانت متفاهمة مع بعض. الفار قرر إنه يدي الـ 10 نقط لذاذة لعيلة الظهراوي. النتيجة في نهاية اليوم، عيلة الشرباجي 48 نقطة. عيلة الظهراوي 62 نقطة. ده ظهراوي. لسه مكملين في مشوارنا للبحث عن ألذ عيلة في مصر.